الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه عظمه، حلقه بتنجان. هنعمل وصفات من البتنجان. امبارح عملنا وصفات من القرنبيط، بجد الاكل كان جميل جدا جدا جدا، والحلقه امبارح كانت جميله جدا. اتمنى انكم تجربوا وصفات القرنبيط، والنهارده نفس الكلام مظبطين البتنجان، عاملين منه كام كده حاجه، فيهم حاجات تقليدية وفي حاجات عملناها قبل كده، بس هو حلقة البتنجان دايما حلقة حلوة، وهو من الخضار الجميل جدا اللي برضو متعدد الاستخدامات جدا. فاحنا يعني مش هنكتفي كمان بالحلقة دي، هنعمل له حلقة تانية تكون أكلات سخنة وبرضو من غير لحوم خالص زي ما عملنا في القرنبيط. فهنعمل النهاردة بابا غنوج، هنعمل بتنجان مقلي بالخلطة، هنعمل مسقعة حمص، هنعمل سلطة الراهب، كلهم يجننوا أحلى من بعض. قبل ما نبدأ تعالوا نقول عبارة الحلقة النهاردة. نعم يلا، عبارة الحلقة النهاردة: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله. هو ده وقع ولا ده صدفة؟ ازاي يعني؟ ماشي. ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله. يعني اللي حضرتك هتعمله هتلاقيه. قاعد انت بقى تزر في الناس وتأذي فيهم وتعمل شر هنا وهنا، راجع لك عاجلا ام اجلا، ومهما بدا العكس راجع لك. هتعمل خير برضه راجع لك. ودايما يا جماعه في ناس بتقعد تقيم الخير بالشخص اللي هي هتعمله له. ده وحش فانا مش هعمل له حاجه كويسه، ده حلو فانا هعمل فيه حاجه كويسه. لا، اعملوا الحاجه الكويسه لله، حتى لو اللي بيتعمل له الحاجه الكويسه دي ما يستاهلهاش، ويعني بيبقى ناس مش انت حاسس بيا صح؟ يعني بيبقى ما علينا، يعني ناس حقيقي ما تستاهلش ان تعمل لها حاجات كويسه، بس احنا في الوضع ده ما بنبقاش بنعمل حاجه كويسه للشخص. انا طريقتي كده دايما بعمل الحاجه الكويسه لربنا، يعني لو انا لو عملتها انا ارتضيت العمل ده اتجاه ربنا مش اتجاه الشخص، بطلع الشخص من المعادله. حاولوا تكونوا ناس مش مؤذيين. طبعا هتقولوا لي طب ما في ناس بتاذينا. في ناس بتاذينا حقيقي وبتاذينا جامد جدا. يعني انا يعني كنت زمان انتقاميه قوي، دلوقتي بطلت خالص، يعني لان لقيت ان انا لما بعملش حاجه اللي بيحصل بيبقى احلى بكتير قوي 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 من اللي انا كنت هعمله. فبقيت ما اعملش اي حاجه واسيبها على الله كده. وكل واحد بيلاقي شر من حد باكد لكم ان حقه بيرجع له، وعلى حياه عينه كده قدامه بيشوف المردود على طول. ف خدوا بالكم كويس جدا انتوا بتعملوا. ما نفكرش فيها، ما نقعدش. انا ما بتمناش الشر لحد، يعني لما حتى حد بيأذيني بسقطه تماما من حساباتي، لا اتمنى له خير ولا اتمنى له شر. مش هدعي المثاليه يعني واقول ان انا بقول ربنا يكرمه، لا ما بدعيلوش ولا اتمنى له خير ولا احب اعرف عنه اي حاجه ولا اتمنى له شر ولا اتمنى له اذى، كده خلاص بقى شفاف. فبلاقي ان ده بيجيب لي حقي احسن بكتير جدا من اي حاجه انا كان ممكن اعملها. فاعملوا كده هتلاقوا نفسكم انتوا نفسيا مرتاحين جدا، حقكم بيرجع، والشخص اللي عمل شر هياخد اللي يستاهله وبالملي من غير حته ناقصه ولا حته زياده. يلا بينا. نبدا بايه؟ ماشي، نبدا بالبتنجان المقلي. يلا. البتنجان المقلي عندنا ثلاث بتنجانات رومي حلوين كده مقطعينهم تقطيع كبير، عايزين كده يبقى حلو عليه القيمه. وعندنا بول الدقيق وزيت للقلي، عندنا كمان الخلطه بقى اللي هنحطها على البتنجان: 6 فصوص من الثوم الصحيح، 2 فلفل رومي ارباع، 1 فلفل احمر حامي قطع، نص كوبايه كزبره مفرومه، ونص كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه خل، معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، معلقتين صغيرين من الكمون، وملح وفلفل اسود. وعايزه اقول لكم بقى ان البتنجان المقلي اللي بالخلطه ده وجبه في حد ذاته مع شويه عيش بلدي، سلطه الطحينه، خلاص يعني ده اكله جميله جدا جدا جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعفر البتنجان بالدقيق. فانا عشان اعمل ده براحتي هجيب طبق كبير شويه واحط الدقيق هنا. بحب ادي الدقيق رشه ملح ورشه فلفل، وده اختياري، ممكن ما تعملوش كده. ما توطلنا التكييف يا جماعه شويه، شكرا. ونقلب
نوزع بس الملح والفلفل. وقبل ما اكمل الزيت هحطه على النار يسخن كويس جدا. نار عالية عشان عبال ما انا اخلص الدقيق يكون الزيت سخن كفاية ان هو ينزل فيه البتنجان يتقلي. هلبس جوانتي واشتغل بايدي كده براحتي. نبدأ نعفر البتنجان بالدقيق. البتنجان عامل زي الاسفنجة، بيتشرب اي سائل يتحط فيه، فلما نحطه في الزيت بنعفره بالدقيق عشان ما يشربش زيت. ده اول حاجة. تاني حاجة لما بنحطه في الخلطة برضو فيها سوائل فبيشربها كويس قوي ويتنكه بيها. ده كل اللي هعمله، ان انا هاخد البتنجان كده شمال ويمين وعفره بالدقيق. الموضوع بسيط خالص، يعني تعفيرة بسيطة خالص يا جماعة، بس صدقوني بتفرق جدا جدا في قرمشة البتنجان، تخليه ما يشربش خالص اي زيت زيادة. في ناس بتحب تحطه في الملح وبعد كده ينزل ميته وبعد كده تقليه، انا مش من الناس اللي بتعمل كده، لكن لو ده حاجة بتعملوها وناجحة معاكم وبتريحكم مفيش مشكلة طبعا خالص من انكم تستمروا عليها. الزيت بيسخن، هنختبر دلوقتي الزيت نشوف كده سخن كفاية ولا لسه. يعني ايه لسه عايز شوية. عامة احنا حطينا واحدة اهي هتبقى التست بتاعنا. النار اعلى حاجة، انتوا كنتوا موطين خالص معرفش ليه. طيب بفكركم طبعا ان طول الحلقة تقدروا تكلمونا على 2600 من اي موبايل، تقدروا كمان تكلمونا على 0900 900 من اي تليفون ارضي، ومكالماتكم بنسعد بيها جدا. وكلمونا بقى هتعملوا ايه في الويك اند، قاعدين في البيت زي حالتي. انا بقيت خلاص بقيت بيتوتيه، انا يعني ايه بقيت، انا عندي كام، عندي لا مش الشتاء والله، بالصيف يا اختي يعني عشان ما نكذبش. كذب خيبه. بصوا يا جماعه، هو انا يعني شهر مارس الجاي هبقى 40 سنه، بس انا 40 يعني بمواصفات ال70 اللي هو يعني قعدوني في البيت اركنوني على الكنبه، عارفين كده انا عايزه اريق افرد ظهري شويه، ده كل متطلباتي في الحياه. مدام جيهان معانا على التليفون. يا مدام جيهان اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سو، صباح الفل، صباح العسل، صباح الجمال يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل. وحشتيني وحشتيني حبيبتي. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. انا بس حابه اعزيكي البقاء لله ونعم بالله يا حبيبتي، وربنا يجعله يا رب كل اللي عمله في ميزان حسناته. اللهم امين، ده بالتاكيد يعني. والله انا الشيف ده فعلا انا كنت بعزه جدا 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 فوق ما تتخيلي. هو معزته كبيرة في قلوب الجميع الحقيقة يعني. ربنا يرحم، ربنا يرحم الجميع. يا رب يا حبيبتي. دلوقتي يا شيف سارة أنا عايزة طلب. أؤمريني. الأمر لله حبيبتي. ممكن نعمل البسكوت اللي بالملح في البيت؟ إيه ده أسهل حاجة في الدنيا. والله اللي هو بغض النظر عن الاسم. عارفة اللي أنتِ بتقولي عليه الهش قوي ده. أيوه. الهش قوي. ده إحنا عملناه هنا في البرنامج كتير على فكرة. ما شفتوش. هوريهولك يا حبيبتي، ده سهل وجميل ولذيذ يتعمل في البيت طبعا، ما يتعملش ليه، من عينيا الاثنين. طيب يا حبيبتي تمام. معلش سؤال تاني بس. أؤمرين. ينفع القرنبيط يتقلي من غير بيض؟ احنا لسه عاملينه امبارح من غير بيض برضو. امبارح ما شفتهاش. انا محظك بقى معانا. انزلهولك على الشاشه، انزلك المقادير على الشاشه. يا ريت. حاضر. يلا يا نور نزلي لنا مقادير القرنبيط. حاضر. شكرا ليك. العفو يا حبيبتي، وهيطلع معاكي مقرمش وزي الفل، وهتحسي انه احلى اصلا من اللي ببيض. هنزل لكم مقادير القرنبيط اللي من غير بيض تاني على الشاشه، لان بقى الوصفات اللي من غير بيض بقت مطلب شعبي الحقيقه، نظرا لغلاء سعر البيض، فاحنا عملنا وصفات من غير بيض مفيش مشكله خالص. البتنجان بيتقلي وطبعا ما نسحمش الطاسه زياده عن اللزوم بحيث انه يبقى يعني بيشرب زيت، لا بالعقل كده. انا مش عارفه انا هقلي الكميه دي كلها ولا لا، هقلي على حسب احتياجي. وتعالوا كده واحنا بنعمل البتنجان نقول مقادير حاجه تانية. يلا بينا ندخل على مقادير مسقعه الحمص. ومسقعه الحمص الميزه الجميله جدا فيها ان هي مشبعه قوي. الحمص من المكونات المشبعه، يعني لو انتوا بتعملوا طاجن لحمه اعملوه بنص كميه اللحمه اللي انتوا بتعملوها في المعتاد،
وحطوا مثلا معاها حمص بدل اللحمه، هتشوفوا هيبقى لذيذ وجميل قد ايه. وهو برضو عامل زي الاسفنجه كده، بيشرب اي صوص او اي تتبيله او اي نكهه يتحط فيها، فبياخد طعم وشخصيه كل مره بشكل مختلف وجديد. فتقدروا تعملوا البتنجان، هيكون مشبع جدا، لذيذ جدا، هيأدي الغرض جدا، وهيضاعف لكم كميه الوجبه من غير تكلفه تذكر. تقدروا تجيبوه تسلقوه وتشيلوه بكميه في الفريزر، تقدروا تجيبوا العلب المسلوقه الجاهزه، كله شغال وينفع وهيوصل لنتيجه ممتازه. يلا بينا نقول مسقعه الحمص. 3 كوبايات من الحمص المسلوق، 4 وحدات بتنجان رومي قطعناهم مكعبات وقليناهم، 4 بطاطسات برضو مقطعينهم مكعبات وقليينهم، صلصة الخل والثوم بقى بتاعت المسقعة القمر دي هتكون عبارة عن 10 فصوص ثوم مفرومين، و3 كوبايات عصير طماطم، كوباية مرقة، ونص كوباية من الخل، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقتين صغيرين من السكر، ورقتين من اللورة، معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، ربع معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. وتقدروا تستبدلوا البهارات او التوابل بانكم تحطوا 7 بهارات او ايا كان اللي انتوا بتحبوه والمناسب لذوقكم، مش هيقول لا خالص. عملنا البتنجان كله. بيحصل معانا احيانا ايه بقى، عشان بقى بما اننا الايام دي بنتكلم عن عدم الهدر والدنيا بايظه خالص وعايزين بقى ايه ما يبقاش فيه هدر في اي حاجه، انا عملت اهدي البتنجان وفضل مني الدقيق ده، هل ارميه؟ اطلاقا مش محتاج ابدا انه يترمي. حضرتك هتاخديه تحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر او في الثلاجه، عندك مره تانية بتنجان بيتقلي، عندك فراخ بتتقلي ومحتاجه لها دي اي حاجه، هو مش اخد طعم حاجه، هو مجرد ان احنا عفرنا فيه خضار، فده يعاد استخدامه تاني خالص من غير اي مشكله. نوره نحسبه هنا، رجعيه المطبخ ونيجي كده نشوف البتنجان وضعه ايه. نجيب مساكه او تانج، ونشوف الاخبار. البتنجان بيتقلي، عايزين اللون الذهبي القمر، واللون الذهبي ده طبعا بيجي من تعفيره الدقيق، بتخليه اسهل بكتير واسرع بكتير واحلى بكتير في اللون. وزي ما انتم شايفين وانا بقلبه ماسك نفسه كده، مش مهري وطري خالص، وده عشان تعفيره الدقيق اللي احنا عملناها. انا هجهز بقى مش كفايه، انا عايزه صينيه كبيره. ماشي، يلا هننزل مقادير القرنبيط المقلي على الشاشة دلوقتي. التركية الوحيدة فيه هو المقادير دي، بنخلط الدقيق مع كل التوابل، بناخد تلتين الدقيق نحط لهم مية يبقوا عجينة، وبناخد تلت الدقيق نجنبه ويفضل جاف، نقلب القرنبيط في العجينة، وبعد كده ناخده نعفره بالدقيق الجاف ونقلي، بيطلع مقرمش قرمشة. لو تعرفي تجيبي حلقة المبارح من على اليوتيوب هتشوفي بنفسك هو كان مقرمش وجميل ازاي، طالع رائع وتحفة وطعما وهمي يعني، والله ما عيب يتقال عليه قرنبيط، كان جميل جدا يعني، أتمنى إنك تجربيه. يلا بينا هنجيب إيه دلوقتي، عايزين نجيب حلة كبيرة على النار تاخد كل مكوناتنا كده ويبقى الدنيا براح مش مزنقين. نار عالية، زي الفل. وهنبدأ دلوقتي نعمل الصلصة اللي هننزل فيها كل حاجة. عايزاكوا تاخدوا التوم والكزبرة شوية زيت وعلى طول من قبل ما التوم والكزبرة يبردوا، من قبل ما الزيت يسخن قصدي، هتحطوا الثوم والكزبره من الاول. نشوف كده البتنجان اخباره ايه. ده انت قمر. يلا يلا مين، طلعنا اول دفعه من البتنجان وهنقلي تاني دفعه دلوقتي، نفس النظام، ما تزنقوش على فكره خالص في الـ في الـ في الـ في القلي، وفردوه كده على الطبق علشان ينزل زيت ما ينزلش على بعضه.
ينزله على الورق، وهاجي انزل في الزيت الدفعه الثانيه من البتنجان. طيب والصوص ده هيحصل فيه ايه؟ انا سايبه الثوم هنا يعمل تقليه مع الكزبره ومع شويه الزيت. ممكن على فكره تعملوه بسمنه لو حابين، مفيش مشكله خالص، ولكن احنا النهارده عاملينها مسقعه كده نباتيه يعني، فمستخدمين الزيت وتمام قوي كده. يلا بينا الدفعه الثانيه من البتنجان نزلت في الزيت، والتوم بتاعنا بيسخن هو والكزبره برضو مع الزيت علشان المسقعه بالحمص. فاصل صغير ونرجع نكمل مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، والدور الثالث من البتنجان نزل الحله، رفعنا اللي اتقلى، والتقليه هنا بتاعتنا زي ما انتم شايفين فله، التوم والكزبره ريحتهم طالعه. واللي هنعمله دلوقتي ايه؟ ان احنا هنطفيهم بالخل. انا بحب اخد ورقتين اللورا كده معايا كمان في الطلعه دي، احطهم تقلبتين كده برضو في النار. ورق اللورا بيطلع ريحه جميله. ونيجي دلوقتي بعد ما التقليه تاخد لون ذهبي فاتح خالص كده، مش عايزين نغمقها، هنقوم مطفيينها بالخل. انا شايفه ان ده الوقت المناسب، يلا بينا. حطينا الخل، هنسيب الخل يغلي غلوه كده، وهجيب الصلصه وبقيه التوابل والسكر. هنزل الصلصه اول حاجه، هقلب الصلصه كده تاخد تشويحتها مع الزيت والخل والثوم والكزبره كده. احنا بدانا بدايه موفقه جدا للمسقعه دي، وعارفين ان الطعم هيروح في حته جميله خالص. حطوا بقى توابلكم، السكر، الكمون، الحبهان. على فكره المسقعه مفيش مشكله خالص لو حتى اتعملت بملح وفلفل بتبقى جميله، فانتوا براحتكم تماما في اللي تقدر في اللي حابين تعملوه. هنجيب بقيه الصوص بقى اللي هو ايه، المرقه والطماطم. هنحط المرقه وهنحط الطماطم. انا عايزه اخد شويه الصلصه اللي في الجار دول، فهحط لهم حبه ميه. حركات بقى ايه الست المصريه الاصيله، ناخد شويه ميه كده في الشفشق، نلفه كده نلم الصلصه ونجيب، نبقى طلعنا ايه بكل اللي في الجار بتاعنا، ما سبناش اي حاجه. هقلب كل الحاجات دي وانا بكلم مدام ايمان. يا مدام ايمان اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك. صوتك واطي قوي. ايه؟ الو. ايوه حبيبتي. ممكن اعرف بس طريقه الفينو؟ طريقه ايه؟ الفينو؟ اه حاضر، عينيا الاثنين. عايزه طريقه سهله يعني تكون بسيطه. حاضر يا حبيبتي، هو سهل مش صعب الفينو. حاضر، من عينيا الاثنين هنقول لك طريقه الفينو. هات لنا يا نور مقادير العيش الفينو. وطبعا انا للصلصه بتاعتي بحط ملح وفلفل اسود. هقلب ومستنيه بس الصوص يغلي عشان انزل فيه كل حاجه.
تقليبه كده. تمام. انا حابه ان انا من الاول خالص انزل الحمص عشان عايزه الحمص ياخد غلوه كده محترمه مع الصوص فيشرب من طعم الصلصه وينفش ويبقى جميل. واحب كمان ان انا اغطيها. واسيبها بقى ايه تغلي. يلا بينا. نقدر نطلع البتنجان ده ولا لسه؟ زي الفل. صفوا من الزيت كويس. على الورق. وادي الدفعة التالتة هتنزل دلوقتي الزيت. لا الرابعة بقى مش التالتة. يلا تمام. تعالوا نقول مقادير لحد ما الصلصه تغلي والبتنجان يكمل قليه. تعالوا نقول مقادير سلطه من السلطتين اللي فاضلين معانا. عندنا سلطه بابا غنوج وعندنا سلطه الراهب. نبدا بايه؟ تعالوا نبدا بالراهب ولا لا؟ تعالوا نبدا بابا غنوج. يلا بينا. بابا غنوج 4 بتنجانات رومي. خدنا البتنجانه زي ما هي بالسكينه كده عملنا فيها خروم ودخلناها تتشوي في الفرن او شويناها على عين البوتاجاز اللي يعجبكم. معلقتين صغيرين من الثوم المفروم الناعم، نص كوبايه بقدونس مفروم، نص كوبايه زبادي، وربع كوبايه طحينه، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقه كبيره من الخل، زيت زيتون، ومعلقتين كبار من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من البابريكا، معلقتين صغيرين من الكمون، وملح وفلفل اسود. في موضوع البتنجان ده يا جماعه عندكم اختيارات كتير. عندكم اختيار التقطيع بالسكينه وهو الاختيار المفضل ليا، وعندكم اختيار الضرب في الكبه. انا مش من الناس اللي بتحب تضرب البتنجان في الكبه قوي. طب هتقولوا لي ليه؟ علشان انا بحب احس ان هو لسه محافظ على قطع كده فيه. فالكبه طبعا مجرد ما بيتضرب فيها هو ناعم وطري، فمجرد ما بيدخل الكبه بيبقى بيوري على طول، ما بنلحقش نحس باللي انا بقوله ده. وانا بحب جدا احس باحساس القطع ده، فما بحبش اضربه. اللي هعمله اني هجيب البتنجان. هقول لكم انا بعمل ايه بالظبط. بعمله بالسكينه بيبقى زي الفل. اول حاجه هجيب البوله بتاعتي، هلاقي في الطبق هنا متجمع ميه من البتنجان. نزلوا الميه دي كلها في الطبق عشان دي فيها طعم فظيع. وهاتوا البتنجان هنا على البورد. ممكن تعملوا اللي انا هعمله ده حتى بالمخرطه بتاعت الملوخيه كده يخلص معاكم بسرعه. اللي انا بعمله ان انا بعمل كده. اقعد امشي كده بالسكينه عكس بعض لحد ما الاقيه بقى قطع مفتفته صغيره خالص خالص. ده احلى بكتير جدا من اي فرم. ناخد مدام ناديه على التليفون. يا مدام ناديه. حبيبه قلبي صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا مدام ناديه؟ عملنا البابا غنوج بتاع ساره، مش ممكن حبيبتي. صحه وهنا يا رب. سبت السمك، سبت السمك وقعدت اكل بالمعلقه من كتر جماله. احنا برضو عندنا انت زينا ولا ايه؟ احنا برضو لازم بابا غنوج مع السمك. احنا في اسكندريه نعملوه كده جنب السمك المشوي. واحنا بنعمل كده برضه. صحة وهنا حبيبتي. بص حبيبتي انا اسفة والله ما اعرف ان بابا تعبان. ولا يهمك خالص يا حبيبتي. الله يسلمك. ماله خير؟ وقع والله، اتزحلق من على السلم كده وهو نازل يصلي. ايوه. على ظهره فاخد زحلقة وحشة قوي وكدمات كتيرة جدا الحقيقة، بس يعني الحمد لله. ألف سلامة عليك على خير. حبيبتي ربنا يبارك في عمره ويخليه لك. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا رب. وخلي ماما وأسرتي كلها يا رب. تسلمي يا مدام نادية. تسلمي يا حبيبتي. ألف سلامة عليها. أنا والله ما كنت. لا لا ولا يهمك خالص. ولا يهمك أبدا يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا مدام نادية. ألف سلامة. تحياتي لك. يوصل ماما ولكل فريق البرنامج. يوصل يا حبيبتي. يوصل يا حبيبتي. أهلا وسهلا بيك.
زي الفل. البتنجان كده عظمه، بصوا بقى القوام ده احلى بكتير جدا من فرم الكبه، بكتير جدا، انتوا مش فاهمين الفرق. لو حد طبعا بيحب البابا غنوج ناعم يبقى لا يعملوا في الكبه، اكيد ده هيبقى بالنسبه له احلى. كل واحد وذوق. هخلي البورد جنبي علشان هنعمل كده برضو لسلطه الراهب، ف نخلي البورد جنبينا. تعالوا بس نبص البتنجان اخباره ايه. هقلبه. وياخد بس لون من الناحيه التانيه ونشيله على طول. وهنا اللي حصل ان الصلصه غليت مع الحمص زي ما احنا عايزين بالظبط. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط بقيه المكونات. هنجيب البطاطس. دي اكله طبعا تنفع بالعيش وتنفع بالرز الابيض، تبقى برضو جميله جدا جدا. وانا بقول لكم تاني يا جماعه، انا بالنسبه لي مثلا دي مش اكله جانبيه، يعني دي اكله اساسيه عادي ناكلها وتبقى هي الغدا وزي الفل. زي الفل ايه ده؟ 100 فل كمان، ده بحبها جدا. سالوا مامتي قولوا لها لما ساره يعني ايه تحبي كده يعني تعملي لها حاجه ايه تتكيف منها بتعملي لها ايه؟ هتقول لك مسقعه خل وتوم، دي اكتر حاجه تسعدني في الحياه. نقلب كله مع بعضه. وهنسيبها على نار متوسطه متغطي عليها تتسبك بقى وكل حاجه تاخد من طعم بعضيها. هغطي عليها كده وهوطي النار شويه واسيبها براحتها. تعالوا نطلع البتنجان. يلا بينا. انا بوسعهم عشان ما يبقوش بينزلوا زيت على بعض. وهننزل دلوقتي اخر دور من البتنجان. نرجع للبابا غنوج. البتنجان اللي فرمناه بالسكينه حطيناه هنا، هنجيب سباتشولا وهنبدا ننزل كل ما ينكه ويغير الطعم. عندنا هنا البقدونس، ينفع يبقى كزبره على فكره، ينفع من غير خالص براحتكم. شويه ثوم، زبادي، طحينه، دبس رمان ممكن من غيره لو مش متوفر عند حد، برضو بتبقى بابا غنوج جميلة، بس طبعا دبس الرمان بيديها طعم تحفة. الخل، الليمون، التوابل، كزبرة، كمون، بابريكا، ممكن 7 بهارات بدل كل ده، وممكن ملح وفلفل فقط لا غير، برضه هتبقى جميلة وزي الفل. شوية ملح، شوية فلفل، زيت زيتون، ممكن على فكرة لو حابين بصلة مفرومة، بصلة مشوية مفرومة، فلفلاية مفرومة، كل ده هيكون جميل جدا، مش هيقول لا أبدا. هنبدأ دلوقتي نقلب، وأنا أفضل طبعا إن أنا أقلب بمضرب سلك عشان نتأكد إن كل حاجة اتخلطت حلوة قوي. يلا يا سيدي يا سيدي، تحفة.
اللي حابب انه ينعمها بقى خالص يضرب في الكبه مفيش مشكله خالص، لكن انا افضلها كده احلى بكتير يا جماعه، وعن تجربه فعلا بتبقى احلى بكتير. زي الفل. ادوق عشان انا بتلكك بصراحه. رهيبه رهيبه، مظبوطه جدا، مش محتاجه اي حاجه، مظبوطه قوي 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 بجد. ايه الحلاوه دي، والبابريكا بتديها لون تحفه كده. ودي كده جاهزه معانا نقدمها، هنخليها على جنب. نيجي نبص هنا الاخبار ايه. نقلب البتنجان ياخد لون من الناحيه الثانيه عشان بقى ايه نرص الطبق ده. هنطلع فاصل صغير جدا لحد ما نطلع دول، ترجعوا لي نعمل بقى الدقه بتاعت البتنجان ونعمل سلطه الراهب كمان فاضله معانا. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل. بصوا انا عملت البتنجان بتاع الراهب برضه بخرج طاقتي السلبيه بالظبط. اه الحركه دي جميله قوي. تعرفوا ان انا، طب على فكره بقى، تعرفوا ان انا اكتر حاجه تهدي لي اعصابي لو متعصبه اني اقطع اي حاجه، اقطع بصل، اقطع خضره من وانا صغيره على فكره. يعني من وانا صغيره مامتي كانت لما تيجي تعمل محشي تجيبني انا اقطع الخضره عشان انا الوحيده. اه نقطع حد؟ لا ده في حدود، عايزين نقطعهم والله يا اخويا، علشان الـ انا كنت الشخص الوحيد على وجه الكره الارضيه اللي ما بيتضايقش من تخريط الملوخيه، تقطيع الخضار، لا اتبسط جدا، هات وانا اعمل الحاجات دي. فانا بحب جدا التقطيع، ولو جربتوا كده تمسكوا اي حاجه تقطعوها كده وانتم متغاظين هتلاقوا انكم بقيتوا اهدى جدا. هي عموما الحركات التكراريه اللي بنفس السرعه وبنفس الوتيره بتهدي الاعصاب، عشان كده حتى بتلاقوا دايما لو حد راح عند دكتور نفسي بيلاقيه حاطط كده بتاع خشب كده فيها رمله وفيها زي فرشه كده، فتقعدوا تعملوا بيها كده وانتم قاعدين تهديكم، بتهدي الاعصاب من غير ما ناخد بالنا. فاي حركه تكراريه نفس الحاجه، الناس اللي بتبقى متعصبه او متوتره فحاطه رجل على رجل، وانا منهم طبعا، وبيهزوا رجلهم، يفضلوا يهزوا رجلهم او يهزوا جسمهم، كل دي حاجات الحركات التكراريه اللي ثبتت السرعه والتكرار بتهدي الاعصاب جدا، فالتقطيع منها. فعشان كده هو مريح للاعصاب ومخرج للطاقه الايجابيه. وطبعا انتوا بقى تتخيلوا كل الناس اللي مضايقينكم هم اللي تحت السكينه، فتقوموا ايه 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 ايه، تبقوا ايه تطلعوا كل العنف اللي جواكم بطريقه ايجابيه عشان ما نقتلش حد. بس حلو قوي كده. انا بنعم بتاع الراهب كمان شويه زياده علشان انا عايزاه يتخلط حلو قوي مع الخضار. الدنيا كده تمام جدا بالنسبه لي، وطبعا باكد تاني ان اللي عايز يعمل الكلام ده في الكبه يعمل كده، ما عنديش اي اعتراض. البتنجان كله اتقلى، المسقعه على النار، انا سايباها على نار هاديه بتتسبك كده وتبقى بصوا قمر. اتفرجوا لي على الموضوع ده تحفه يا جماعه. وفي الفاصل بقى كنا قاعدين ناكل من بابا غنوج مش طبيعيه، وكنا بنتكلم على قرنبيط امبارح قد ايه حلو، فيعني الحمد لله خيرات ربنا كتير ولا تنحصر ابدا في اللحمه والفراخ الحقيقه، يعني نشكر ربنا الحمد لله. يلا بينا سلطه الراهب. انا مش عارفه انا قلت مقدرها ولا لا، لا صح، ثلاث بتنجانات رومي كبار مشويين وهم صحاح نفس طريقه البابا غنوج، بنغرزهم كده بالسكينه، ندخلهم الفرن او على عين البوتاجاز لحد ما يتشوي، وانا فرمته بالسكينه اهو قدامكم الكميه كلها. فلفلايه رومي مفرومه، اتنين فلفل الوان مفرومين، اتنين طماطم مفرومه، بصله حمراء مفرومه، وبتك جدا على بصله حمراء، كونها حمراء ده بيفرق جدا في طعم السلطه. البصل الاحمر عموما احلى للسلطات. ربع كوبايه من البصل الاخضر المفروم، او يعني بصوا يا جماعه هو احنا بنقول مقادير بس هي دي سلطه فبالحب يعني. نص كوبايه كزبره مفرومه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، كوبايه من حبوب الرمان، معلقه كبيره لو احنا في موسم الرمان طبعا وما نحطش رمان في السلطه دي نبقى مجانين، بتخليها تحفه. معلقه كبيره من دبس الرمان، وربع كوبايه من عصير الليمون، زيت زيتون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. بولتكم الكبيره الحلوه
ناخد البتنجان اول حاجه، ده البتنجان اللي انا قطعته بالسكينه او فرمته بالسكينه، وهي طريقه الفرم اللي انا بحبها زي ما قلت، لكن اعملوه باي طريقه تحبوها. هناخد مدام منال على التليفون. يا مدام منال اهلا وسهلا. صباحك سكر يا سكر. صباح الفل، ازيك يا مدام منال؟ وحشتيني اكتر يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. انا عايزه اقول للجمهور بتاعك ان انت جميله. يا رب يخليكي يا حبيبتي. لا لا حقيقي انت بتطلعي في التلفزيون، لا انت احلى بكتير. ربنا يخليكي يا رب. ربنا لا يخليكي. لا حقيقه انا مش بجاملك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اموره وصغنطوطه وجميله وروحك حلوه. ربنا يخليكي يا رب. وجميله جميله فيكي كل حاجه حلوه. تسلمي يا مدام منال، ربنا يعزك. مبسوطه قوي ان انا شفتك، وبابا بيسلم عليكي وايمن وكل حبايبي. سلمي عليهم كلهم، سلمي على بابا كتير. وطمنيني على بابا. بابا احسن الحمد لله، يعني بس ايه معانا حبه كده الكدمات تروح ويبقى تمام ان شاء الله. لا ان شاء الله يقوم بالف سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. حبيبه تسلمي لي يا مدام منال. كل ذوق يا حبيبة قلبي، أهلا بيك. يسلمي لي على بابا وعلى أستاذ أيمن كتير جدا من متابعين البرنامج المخلصين، وقابلتهم بقى، كان عندي كده إيفنت في التجمع الخامس وجولي بقى فتعرفت عليهم، ودي دايما دايما أقول إن بتبقى لحظة جميلة جدا لما حد بيكلمني مثلا بس على البرنامج أو بيكلمني على السوشيال ميديا وفجأة أتعرف عليه، بتبقى جميلة جدا الحمد لله. ربنا يديمكم، يعني إيه خير المعرفة دايما، كلكم لينا انتوا يعني الحاجه اللي بتخلينا فعلا دايما متحمسين ان احنا نعمل احسن، وده مش كلام كده شعارات، يعني مش كلام انشا، ده الحقيقه. لو الواحد مش متخيل يعني كميه طاقه ايجابيه في اليوم بتيجي من كلامكم ومن شكركم ومن تقديركم، ملهاش حدود يعني. فبشكركم جدا على ده. بابا غنوج، البصل الاحمر، الطماطم، الفلفل، البصل الاخضر، تلاقوا بقى لوحه من الالوان، الرمان والكزبرة. ممكن طبعا ما تحطوش كزبرة لو مش عايزين، ممكن تقطعوا وسطها جرجير بتبقى تحفة. توم، اللي مش عايز توم، في ناس ما بتحبش توم خالص في سلطاتها، يستبعده عادي جدا. عصير الليمون، دبس الرمان، الكمون والكزبرة، وطبعا زيت زيتون وش للسلطة دي، يعني مفيش نقاش، خليها جميلة. ما عنديش زيت زيتون مش نهاية العالم، عادي خالص زيت نباتي من غير زيت خالص، مش هتقول لأ برضو. أنا كنت جاي أخد حاجة كمان، الملح والفلفل الأسود. أدي الملح، رشه صغيره من الفلفل الاسود. انا من الناس اللي بتحب فلفل اسود على السلطه، في ناس ما بتحبش خالص، عادي هنستبعده. ونقلب الجمال ده. دي بقى من اكتر سلطاتي المفضله في الحياه، لو موجوده على السفره بتبقى مشكله لاني ما باكلش حاجه تانية، بقعد بقى مركزه معاها هي واسيب كل حاجه تانية. حتى في حد حكوا في مطعم كده معين بتاع سمك بحب اروح اكل فيه احيانا، كل فتره كده اروح اكل هناك مره ولا حاجه، بيوحشني اكله، يعني اكله حلو قوي. فالمطعم ده بيعمل السلطه دي وبيعملها مظبوطه ظابطه مش طبيعيه، فاصحابي اتعلموا خلاص ان لو عايزيني اكل ما يطلبوش السلطه دي، عشان هم عارفين ان لو طلبوا السلطه دي انا هسيب كل الاكل وهقعد اكل فيها، يا اما يطلبوها في الاخر بعد ما نخلص اكل، لان انا اكلي قليل قوي، فلو كلت منها خلاص ما باكلش حاجه ثانيه، وافضل بقى ماسكه فيها وما اكلش حاجه ثانيه، فلما نعمل الاوردر يقوموا لاغينها علشان يخلوا انا اكل يعني حاجه ثانيه مفيده جنب السلطه. بس يعني ده قد كده، قد ايه انا بحبها، يعني بحبها للدرجه دي. ولو اتعملت وتشلت علبه في التلاجة بتبقى جميله جدا كده، تتحط على حتى سندوتشات الجبنه بتبقى تحفه، تتعمل هي نفسها سندوتشات مع المشاوي بتبقى عظيمه، مع اي صينيه فراخ كده مع العيش، اوف رهيبه. ياني جميله جميله جميله. يلا بينا نقدمها. اجيب لك اي طبق يا حلوه انت، استنى انا عارفه انا هجيب لها ايه.
لها طبق كده اللي انا اللي عليه وش البنت اللي انا بحبه. معرفش انتوا عمركم شفتوا ان الطبق ده، ايوه والله لسه بفكر نفس الحاجه، لسه بفكر ان الطبق ده عمر ما حد شافه من جوه عامل ازاي. عرفتوا بقى انا بحبه ازاي؟ لان هو من بره يبان طبق اصفر عادي، لكن من جوه عليه وش البنت القمر دي، بنت كده فلاحه ولابسه حلق وشكلها يجنن. فانا بقعد بقى اصب عليها الاكل ويصعب عليا، بحس ان انا بلسوعها، بس الحمد لله سلطه بارده النهارده، مش هنلسوعها ولا حاجه. نفرد السلطة نوزعها في الطبق. انا بحب اعمل كده حفرة وهنا كده فريم، وهقول لكم ليه دلوقتي. حالا هقول لكم ليه انا عملت كده، عشان انا هجيب دلوقتي حبوب رمان وزيت زيتون ودبس رمان. هاجي كده هنا احط رشه من زيت الزيتون في الحفره اللي انا عملتها وانا بكلم مدام منى. يا مدام منى اهلا وسهلا. نفس الحاجة هعملها مع بابا غنوج برضو. يا مدام منى ما انا بقول ما الو والله بس ما حدش بيرد. مدام منى الو. ايوه معاكي حضرتك. انا معاكي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، الله يسترك. تسلميلي. الله يخليكي حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. عايزه طريقه الرز بجبن بتاعت المحلات لو سمحتي. من عينيا الاثنين، تأمريني. اهلا وسهلا بيكي. يلا يا نور نزلي لنا الرز بلبن. هحط هنا كده وهنا شويه دبس رمان وهاجي بقى على الحرف اللي انا عملته ده كله، هحط فيه حبوب رمان، هي يعني روح السلطة دي. بصوا الجمال بقى، لوحة فنية مش طبق سلطة. طبعا دي على سفرة كده في أي عزومة، حاجة كده تفتح النفس وتجوع. وعمالة أفكر أحط هنا برضو ولا لأ؟ لأ بفكر أحط هنا حاجة خضرة، إيه رأيكم؟ مش كده؟ ماشي. يلا هنطلع فاصل صغير. طب ما ينفعش نعمل الدقه ونطلع الفصل؟ يلا خلونا نعمل الدقه الاول. احنا عملنا البتنجان المقلي ما عملناش لسه الدقه بتاعته، والدقه بتاعته طبعا اسهل حاجه في الدنيا. هناخد كل المكونات دي نحطها في الكبه مع بعضيها، الفلفل، الخضره، فلفل حامي لو عايزين، عصير ليمون، ثوم، كمون، كزبرة، خل، ملح. وهنضرب بس كده زي الفل. لقيناها تقيله شويه، ممكن نحط لها سنه ميه صغيره تخليها تخف كده معانا علشان يبقى فيها صوص يتشربوا البتنجان. هضربها ضربه كمان عبال ما ترجعوني من فصل صغير، مستنياكم.
رجعنا من الفاصل والاكل شكله يفرح. سلطه الراهب، البابا غنوج، المسقعه كمان غرفناها، وهنا البتنجان المقلي رصيته على طبق، والدقه اللي عملتها في الكبه اهي معايا كلها. هبدا بقى، بصوا الف كده واغرق البتنجان بالدقه اللي احنا عاملينها بس كده. شكرا. نوزع كده لو متكومه في اي حته على اخواتها عشان كله ياخد الطعم. الله، يطلعوا شويه بتنجان دول، شويه بتنجان يا ولاد، ما يستاهلوش الا بقكم. تجهزوا كده العيش البلدي والطحينه وتستعدوا للمعركه. وبعد الاكله دي بقى عليكم بكوبايه شاي بالنعناع، يبقى كده كل حاجه عظمه بصراحه. والمسقعه هنا هديها بس كده ايه، فتفوتة لون اخضر، فتفوتة. وكل حاجه كده زي الفل. ممكن على فكره سلطه البتنجان لو حابين تحطوا شويه رمان على وشها، بس انا همشيها بلدي النهارده، ما فيش لا رمان ولا غيره. وعندي هنا شويه رمان هكملهم على الطبق، علشان ايه، هي بصراحه الراهب كل ما بيزيد لها الرمان كل ما بتبقى احلى، عشان طعم المزز اللي فيها مع طعم البتنجان مع كل حاجه بتبقى كده معاه بالسكر، شويه السكر الحلاوه اللي فيه، فبيدي نتيجه ممتازه. اتمنى يا رب انكم تجربوها، وصفه جميله جدا 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 ومبهجه جدا، وشكلها على السفره كده ايه، قمر. يلا كده تبقى وصفاتنا النهارده من البتنجان خلصت. عملنا مسقعه حمص فيها بتنجان وبطاطس برضو، بس حاطين فيها حمص، اضافه غذائيه لطيفه جدا ومشبعه. عملنا سلطه بابا غنوج، كل يعني العالم بيحبها، ما اعتقدش حتى الاجانب بيحبوها جدا. وعملنا سلطه الراهب ومزودين فيها الرمان، هيخليها جميله جدا. عملنا كمان بتنجان مقلي بالدقه، والدقه دي ملهاش حل، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. ودي وصفاتنا النهارده من البتنجان، وصفات نباتيه تماما، مفيش فيها اي لحوم، وكلها جميله جدا، وتعمل اكل يجنن والهنا والشفاء عليكم يا رب. وبفكركم ان الحلقه النهارده اعادتها الساعه 8:15 بالليل، وبفكركم ان كل اللي عملناه في الحلقه بيكون موجود على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بالبرنامج سنه اولى طبخ مع شيف ساره عبد السلام. انا اسيبكم كده في ويك اند لطيفه ترتاحوا من تعب الاسبوع. انا شخصيا اسبوعي كان متعب جدا، فمحتاجه ويك اند بجد. مش ويك اند قوي يعني، بس اهو نحاول نرتاح شويه في النص. واتمنى ليكم كمان ويك اند سعيده كلها راحه كده واسترخاء من تعب الاسبوع، ونرجع مع بعض من اول الاسبوع بحلقات جديده جميله مفيده من سنه اولى طبخ. اسيبكم في رعايه الله، كنت معكم ساره عبد السلام، وعلى موعدنا كل يوم الساعه 1 ان شاء الله. مع السلامه.